130 بحث علمي في مجالات عدة، منها علم الاجتماع والتاريخ والإعلام وغيرها. شارك بها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أكاديميين عراقيين. خلال مؤتمر عقدته جامعة تكريت بالتعاون مع مركز بينا للأمن الفكري والثقافي، شارك في هذا المؤتمر من مختلف البلدان العربية والإسلامية والغربية، من مصر وفلسطين والجزائر والمغرب والعربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. اشترك في هذا المؤتمر أكثر من 130 باحث. كانت هناك لجان علمية ولجان تخصصية استبعدت حوالي 32 باحث وبقى حوالي 98 باحث. أفضل بيئة مناسبة هي الجامعة، لذلك علينا أن نطور هذه الجامعات بالمستويات العلمية والبحثية وعلى مستوى الندوات والورش العمل والمؤتمرات، لتكون رافدة للمجتمع بالجوانب الفكرية والعلمية إن شاء الله. الخطاب الإعلامي الموجه من قبل وسائل الإعلام في العراق، تحاول بعض القنوات التلفزيونية والإذاعة والوكالات الصحفية توجيهه بشكل يخدم مصالح أحزابها لتوجيه الرأي العام تجاه قضية معينة. دعا متخصصون في دراسات الإعلام للسيطرة عليه وتوجيهه بما يخدم الصالح العام. ووجدت في البحوث الحديثة هناك جسر تم مده في هذا الاتجاه خطابا موحدا، ونرجو ونأمل أن يكون الإعلاميون في هذا الاتجاه خدمة لهذا العراق العظيم. في بحوثنا حاليا المشاركة في هذا المؤتمر هناك بحثان مشتركان في موضوع الخطاب الإعلامي، بحث في الإعلام وبحث في الاجتماع والمجتمع السلمي. هذا الخطاب الإعلامي عن المجتمع السلمي أيضا خطاب ناجز، يجب أن يستمر في هذا الاتجاه. احنا أصابنا بال 2014 و2007 المجتمع تشظي كبير جدا بين الطوائف وبين القوميات، عالجت ببحوث كثيرة جدا في علم الاجتماع وعلم النفس، وبدورنا سوف نطور هذه البحوث لتكون على أرض الواقع. الباحثون ناقشوا أيضا تأثيرات ما مر به العراق بعد العام 2003 من صراعات ونعرات وخطابات كانت تحاول زعزعة النسيج المجتمعي، وما هي أبرز الحلول المطروحة لتلافي وقوع هكذا تصدعات في المجتمع العراقي. سجاد حكمة، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.